السلام عليكم. إذا نقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله جميع القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني 2024-2025، وتبقى قناة بي إن سبورت الملك الحصري لجميع الدوريات الأوروبية. بي إن سبورت ناقل الحصري لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس. هناك قنوات عدة ناقلة للمباراة كما تشاهدون، ولكن القناة الوحيدة هي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبلاد. هناك قناة أيضا لا ليغا، هناك أيضا قنوات نوفا سبورت 4 HD، هناك قنوات كثيرة تنقل المباراة بجودة عالية. المباراة تبدأ بعد قليل، سنذكركم بتوقيت المباراة وأيضا معلق المباراة وأبرز غيابات الفريقين. المباراة تلعب مساء اليوم الثلاثاء 24 من شتنبر 2024. تنطلق المباراة بعد قليل، أي على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 10 بتوقيت السعودي والمصري. مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني لا ليغا. احتمال فوز في هذه المباراة 7% فقط، فوز فريق ألافيس 13% فقط، تعادل فريقين واحتكار النسبة لريال مدريد بالفوز بنسبة 80%. الجولة 7 من الليغا تعرف مواجهة ريال مدريد ضد ألافيس. ريال مدريد حاليا في المركز الثاني وراء برشلونة ب 14 نقطة، في حين يتمركز نادي ألافيس في الرتبة الخامسة ب 10 نقاط. لكل فريق 6 مباريات. أبرز غيابات النادي الملكي اليوم، هناك إدواردو كامافينغا وأيضا اللاعب المغربي المتألق إبراهيم دياز، بالإضافة إلى داني سيبيوس وسط ميدان النادي الملكي. جيسوس أونو حارس مرمى نادي ألافيس الغياب الوحيد إلى حد الآن. بالنسبة لسجل المباريات بين الفريقين، آخر 5 مواجهات عرفت 5 انتصارات للنادي الملكي واكتساح الريال لنادي ألافيس، 5 مواجهات مباشرة. بالنسبة للملعب الذي يحتضن مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، معقل ريال مدريد ملعب الجميل سانتياغو برنابيو. ومن المنتظر إن شاء الله أن يعلق على هذه المباراة بكل حماس وتشويق المذيع التونسي عصام الشوالي، هو معلق مباراة ريال مدريد ضد ألافيس. إذن قبل الختام نذكركم ما جاء في هذا الفيديو: التوقيت والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الجولة 7 من الدوري الإسباني ليغا 2024-2025، وأيضا أبرز غيابات الفريقين بالإضافة إلى احتمال فوز وسجل المباريات بين الفريقين. هناك أيضا ترتيب الحالي للفريقين بعد مرور 6 جولات، وتعرفنا أيضا على ملعب المباراة ومعلق المباراة. في الأخير لا تنسى دعم نابلك للفيديو والاشتراك في القناة.